مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. زي ما شايفين معاي بكرج مي وبشكير، احذر وين رايح. سؤال غريب صراحة. رايح افتح بريد بوكس البريد في كندا. قبل حوالي عدة سنوات بطلوا يوزعوا البريد على البيوت، عملوا زي اسمها كوميونيتي بوكسز. في كل ممكن 10 بيوت لهم او 14 بيت 15 بيت لهم بوكس بيكون بالنص بينهم، مش بعيد يعني يمكن خطوتين. وهذه البوكسز بحط فيها ساعي البريد مره واحده الرسائل لكل هدول ال 15 بيت، وكل بيت بيفتح البوكس تبعه. زي ما انتم شايفين هاي وراي. المشكله اللي عم بتصير كل سنه، اليوم درجه الحراره 33 تحت الصفر، امبارح 33 وتحت الصفر. فاللي صار يا جماعه انه البوكس مجمد. After the frustrated customers of Canada Post, their new community mailboxes are frozen and they haven't been able to access their mail in several days. CTV's مش قادرين نفتحه نهائيا. تقدر تعمل طبعا ناس كثير عم تشكي، جابوا على التلفزيون وعلى الاخبار. بتقدر تعمل شكوى، بيجوا بحطوا اسمه دي ايسر، ممكن تشتريه من السوق. لكن للاسف الدي ايسر ما لقيته. Contractors hired by Canada Post to squirt de-icer into the mailbox. منتهي من السوق. فحاولت ادور على اليوتيوب على شغلات. This is the curling iron that we tried. Gwyneth Davidson is armed with the tools of the trade these days. We'll see if it works today. Whatever it takes to open her mailbox. I have seen people punching the mailboxes, kicking the mailboxes, shaking the mailboxes, and just pounding with their fists. يعني شو بدي احكي لكم، 33 تحت الصفر. This is Canada. We get rain, ice. These boxes are obviously made for Florida or Alabama, but not Canada. قبل حتى يدخل المفتاح. شوفوا هذا كمان تبع جارنا. فالاختراع انك تجيب مي سخنة وتسخن المفتاح. طبعا المشكلة انه ثاني يوم راح تواجه هاي المشكلة، لكن على الله وعسى انه نقدر نفتح البريد. ها دخل هذا. هلا كل هذا عشان يدخل المفتاح. واخيرا فتح. فاضي يعني كل هالمعركة وما فيش شيء في هذا. طبعا مهم جدا انك اذا فتحته نظف هذا عشان ما يجمد المية، عشان ما تجمد. شايفين؟ عارف شو المشكلة هاي. كل يومين، هاي له يومين مش مفتوح، بس شكله مش جاينا رسائل. وتنظف المفتاح عشان تضلها هاي هيك بيفتح. هذا شوفوا، شوفوا مش قابل يدخل المفتاح يعني. ها هذا عند جيراننا، هذا نفسي كله مجمد. شايفين؟ طبعا عادي بتلاقي ناس قاعدين اللي بضربه برجله واللي بيعمل بوكسات. مشكلة هاي صراحة، خاصة لما تيجي درجة الحرارة برد كتير لفترة طويلة. يعني احنا الحمد لله يومين بس لحد هلأ 33، بس لازم تفتح البريد لانه احيانا بيجيك عنا. احنا مش زي كتير دول، البريد بيجينا كل الرسائل الحكومية بتجيك على البريد، ما حد بيتصل فيك تلفونيا. ال ال البيلز هاي او ال شو بسموها، الفواتير معظمها بيجيك على البريد. ممكن تشترك اونلاين تصير تجيك اونلاين، ما تجيك على البريد. انا بفضل انها تيجي على البريد عشان تذكرك. و يلا يعطيكم العافيه، حبينا نورجيكم بس بعض الشغلات اللي مسويها في البرد.
سلام.